الأهلي يتقدم على الإنتاج الحربي في الشوط الأول 1-0 بهدف من ضربة جزاء لعلي معلول. شوط سيطر فيه النادي الأهلي تقريبا على مجريات الشوط الأول كله، لكن انعدمت الخطورة برغم السيطرة ديت، انعدمت الخطورة على مرمى الإنتاج الحربي اللي لم يكن له أي وجود أو أي تواجد هجومي إلا في الدقيقة 47 بعد هدف النادي الأهلي في أول محاولة، وشفنا علي لطفي أنقذ أو تمكن من التقاط كرة ممدو دياز. إن شاء الله إن شاء الله الشوط الثاني، إحنا كنا متوقعين الشوط الأول البداية ما تكونش زي البداية بتاعت الماتش اللي فات، لكن للأسف البداية كانت زي بداية المباراة اللي فاتت. نتمنى إن الشوط الثاني، وأنا واثق إن الشوط الثاني هيحصل تغييرات، نتمنى الشوط الثاني النادي الأهلي ينزل بصورة مغايرة تماما للشوط الأول. هنروح لفاصل ونرجع بعد كده نتكلم مع نجومنا الكبار على أحداث الشوط الأول. أرجوكم انتظروا. مرحبا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، استحواذ وسيطرة واكتفاء النادي الأهلي بهدف واحد من ضربة جزاء، ده عنوان الشوط الأول. ضغط وسيطرة. احنا الميزة الوحيدة في المباراة دي ان احنا بنضغط، مش مدينهم المساحات اللي يقدروا يعملوا فيها اي ابتكار اي حاجة، هم بيحاولوا على قد امكانياتهم، هم ما عندهمش الطمع كمان. انا بقول لك على قد الامكانيات اللي موجودة، على قد التحركات اللي هم عايزين يعملوها، انما النادي الأهلي النهاردة اركز يعني اكتر تركيزا كدفاعا وكهجوما باستثناء الكرة اللي انت نويت عنها اللي هي في اخر اخيرة دي الاخيرة. فكل مطلوب التنظيم الهجومي بقى بتاعنا، الشكل تنظيم الهجمة وانت طالع، الاطراف بتطلع بتواكب معاك التحركات، معلول اذا كان من ناحيه الشمال او محمد هاني من ناحيه اليمين، لازم برضو يكون في اكثر فعاليه من كهربا واجايه. يعني من الماتش اللي فات للماتش ده، انا حاسس ان هم كانوا الماتش اللي فات احسن من الماتش ده. يعني المفروض ان انتوا دخلتوا بقى جوه الجيم، دخلتوا جوه تلعب السهل، تاخد سرعات ليك، تخش تحط نفسك في حته كويسه، يبقى عندك فرصه للتهديف، يبقى عندك فرصه للخطوره، ما تاخدش كره في وسط رجلك وتعايز تعدي واحد واثنين وثلاثه وتعمل الصعب. فلازم الاثنين دول يساعدوا شويه مروان، ومروان غير محظوظ تماما بيتضرب لينا ضرب الجزاء اللي هي بتاعت مروان الاولانيه دي اللي عورته. طب هو اتعور منين يا ايمن؟ ضرب في دماغه يعني، انما الحكم يعني برضو يمكن حس بيها وادالك ضربه الجزاء الثانيه ما ترددش فيها. بتمنى ان يكون عندنا شكل هجومي احسن ومنظم عن كده باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه، رايك في اداء النادي الاهلي الشوط الاولاني؟ هو طبعا في حماس وفي روح عاليه، ضغط من البدايه على مدافعين الانتاج الحربي، واحنا قلنا ان الانتاج الحربي هيلعب مدافع وهيعتمد على محمد دياس ومصطفى البدري اللي هو عامل جبهه ناحيه الشمال احسنهم يعني. غير كده هم ما سايبين نص ملعبنا خالص بنلعب فيه، ولكن المشكله ان في مش سرعه بقى، في سربعه تسرع. يعني في تسرع واستعجال ورعونه شويه. بتلاقي كرات عرضيه مش متقنه لمجرد انها تتحط في ال 18. يعني احنا سواء هاني احيانا، رغم ان هاني عمل كورتين عرضيين كويسين، واحده مسكها يحيى، واحده لعبها مروان بجوار القائم، ولكن من اي مكان بتحاول تحط الكره جوه ال 18 صح، تحس ان في استعجال زياده عن اللزوم. انت ضاغط وبتحاول ولكن مفيش تركيز، بتقل شويه، ولازم الوسط الملعب يبقى رتمه احيانا يسرعه واحيانا يقلله ويسيطر على اللعب، ويبقى اللعب فيه تنظيم اكتر من كده. لكن انت مسيطر على اللقاء وجبت هدف، وزي ما الكابتن شريف قال في ضربه جزاء يمكن اوضح كمان من اللي اتحسبت اللي هي اللي مروان راجل دخل في راسه. ونتمنى ان شاء الله الشوط الثاني نجيب هدف والثاني عشان ما نديهمش امل يعني باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، شفنا كشري يمكن بدايه هجماته او الطمع الهجومي يمكن شفناه في الدقيقه 45 او الدقيقه 46 بعد هدف النادي الاهلي. هل كشري هيفتح الملعب الشوط الثاني ولا هيحافظ على نفس الاسلوب ويحاول يعتمد على الهجمات المرتده؟ لا، احنا شفناها ان هي مش هجمه منظمه، هي بالزبط. قدرات البدري اللي هو بيعرف ياخد الكره، ويمكن انا نويت عنه انه بيعرف يلبس اللعيبه ازاي فاول، وممكن يلبسه طرد يعني. محمد هاني لازم يخلي باله من لكن افتكر ان كشري هيستنى شويه، هيصبر، لانه مش هيفتح المباراه من اول الشوط الثاني، علشان يفضل ممكن يعمل الريسك بتاعه في اخر 25 دقيقه او في اخر 20 دقيقه. لكن في البدايه المفروض ما يعملش كده، لو عمل كده
ممكن يتلقى هدف واثنين وثالث ورابع ينهي المباراة خالص. يخلي عنده أمل لغاية آخر 10 أو 15 دقيقة عشان يعمل الريسك وهكذا تلعب أمام الفرق الكبار. صحيح. ومستر موسيماني يا كابتن بلال هيعمل إيه الشوط الثاني؟ خليني بس أقول لك إن النتيجة منطقية شوية. منطقية لأن أنت بتلعب قدام فرقة بتدافع بال 11 لعيب تقريبا أو بتسع لعيبة ومتمركزة قدام ال 18، فأنت بيبقى عندك صعوبة شوية في إيجاد الفرص وإيجاد الحلول. يعني لما تلعب النهاردة لما فرقة مترصصة في ال 18 بالشكل ده بيلعبوا ثلاث مساكين اثنين باكين الاثنين الميد فيلدرز بتوعهم بيضم بيرجع عليهم اثنين تانيين بتوع الطرف بقى عندهم لعيب واحد فقط اللي بيقف قدام البدري تقريبا او اللعيب الافريقي اي واحد الاثنين بيبدلوا واحد مره ينزل والتاني يفضل في الحته اللي قدام والعكس يعني. فانت النهارده بيبقى صعب قوي على اي فرقه ان هي تجد حلول في الحاله التكتليه الكبيره دي. انت النهارده واتكلمنا فيها ان الكرات العرضيه هي الحاسمه، بس المفترض يبقى فيه ثنائيات بس في الكرات في الناحيه الهجوميه على اطراف الملعب، يبقى علي معلول بيشتغل مع جي بشكل اسرع من كده وافضل من كده، والناحيه الثانيه برده محمد هاني عشان تقدر تخلق الفرص عشان تقدر تخلق العرضيات. شفنا هاني اكتر من عرضيه، معلول اكتر من عرضيه، منهم واحده كانت ركله الجزاء والثانيه ما اتحسبتش، واحد مروان محسن كان ممكن يسجلها. هي دي الحالات اللي تقدر تسجل منها اهداف، بالاضافه في تصويبه صوبها ديانج ودي برده مطلوبه في لما يبقى فيه تكتل دفاعي لازم يبقى في حل من التصويبات وضربه راس من بدري واستغلال برده الكرات الثابته امر مهم جدا جدا طبعًا طبعًا في الحالات اللي زي كده. طب الشوط الثاني هنشوف تغييرات مبكره من مستر موسيماني؟ والله انا اعتقد يعني في لعيبه في يعني ممكن يبقى في كهربا في جونر اجايه الاثنين برده مش في حالتهم النهارده، ممكن يبقى في تغييره. مروان محسن هل يقدر يكمل الشوط الثاني؟ محمد شريف ينزل، محتاجين برده سرعات. انا من رايي النهارده يبقى في بواليا وفي شريف جنبه، يبقى في واحد في ال 18 9 وفي واحد صح جنبه عنده سرعات، دي هتفيد النادي الاهلي النهارده بشكل هتفيد كبير. عفشه انه يقدر يعمل شغل كمان هيشتغل بشكل كويس يا كابتن شويه يعني انا شايف كهربا ضامن قوي يعني للقلب كانه فريق التاني المفترض يبقى يشتغل مع يشتغل شويه مع محمد هاني يعني. هو هو النقطه اللي بلال قالها دي واضحه جدا. كهربا واجايه داخلين للعمق قوي قوي وبيسيبوا على طول هاني وعلي معلول احيانا لازم يبقى في مسانده عشان ما يبقاش موقف واحد ضد اثنين او لازم اثنين ضد واحد. وكم الجري قليل شويه في كم الجري قليل شويه في الملعب، محتاجين يبقى في جري اكتر من كده لان في ثبات من كهرباء ومن اجاي. انت اللي جاي برضه يا كابتن خد بالك يعني فلاعب الزمالك ما لعبوش كتير يعني. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني باذن الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.